فريق منيا القمح قبل الحلقة جالي خبر إن أنتوا عايزين تحتفلوا بعيد ميلاد الأستاذة رباب الجندي. وإن هي كان عندها رحلة للأراضي المقدسة، رحلة عمرة، وأجلتها عشان خاطر تبقى معاكم. فطبعاً ده موقف صعب جداً، وبإذن الله تتحقق وحضرتك تسافري بإذن الله إلى الأراضي المقدسة وتدعي لنا من هناك. بأمر الله، وهو كلمه بابا الصبح من قدام الحرم ودعا لهم إن شاء الله يفوزوا بالحلقة بأمر الله. وأنا بشكرهم جداً، حاجة جديدة في حياتي وحاجة غيرت فيا وأنا غيرت فيهم برضه. طيب هم جايبين لك هدية، هدية بسيطة، وطلبوا مني إن أنا أديها لك. كل سنة وحضرتك بخير أستاذة رباب الجندي، بإذن الله تسافر وتدعي لنا إن شاء الله. تنسيش.